اختتم العرس الكروي الجزائري كأس الجمهورية في نسختها 53 بحفل خرافي صنعه أنصار النادي العاصمي شباب الوزداد، وساهم في إنجاحه رجال الأمن الوطني. فيما يخص عملية تأمين ومرافقة موكب الاحتفال بكأس الجمهورية الذي ضم الطاقم الفني والإداري لفريق شباب الوزداد عبر حافلة خاصة، أين كان الانطلاق الرسمي على مستوى مقر فريق شباب الوزداد على مستوى خروبة، الذي عرف حضور غفير للأنصار لرؤية السيدة الكأس عن قرب وأخذ صور تذكارية سواء مع اللاعبين أو الطاقم الفني. أصحاب البدلة الزرقاء وبشهادة العام والخاص كانوا في الموعد من خلال رسمهم لخطة أمنية منذ انطلاق الحافلة المكشوفة من مقر النادي بخروبة وإلى غاية وصولها إلى فندق لوراسي، جعلت الأمور كلها تحت السيطرة رغم السيل الجارف من جماهير السيربي. إضافة إلى تسخير فرق الشرطة القضائية وكذا الشرطة العلمية، فرق البحث والتدخل، هذه تشكيلات مدعمة بكافة الوسائل البدية والتقنية على غرار فرق الأنياب وكذا فرق تفكيك المتفجرات، طبعا مما جعل هذا الاحتفال يسير في يعني صار في ظروف جد حسنة، وهذا بشهادة الجميع. شباب الوزداد نال كأس الجمهورية 7 في تاريخه عن جدارة واستحقاق، ونال معه رجال الأمن الوطني العلامة الكاملة، فلا أمن بلا رجال الأمن.